السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة المنصورة. نعرض لأهم المساجد التاريخية بالمنصورة مسجد حبيب، مسجد أو جامع حبيب يقع على شارع البحر. هذا المسجد يطلق عليه المسجد صاحب المأذنة المبتورة، لأنه لا توجد له مأذنة أو تم بترها، هو يطلق عليه هكذا المسجد صاحب المأذنة المبتورة. هذا المسجد له تاريخ، كان في البداية زاوية صغيرة اسمها زاوية حبيب الهندي، وكان محل راندبلو الشهير للحيويات، محل من دور واحد بجوار هذه الزاوية، حتى أصبح مسجد حبيب. يبقى محل راندبلو كان في جانب هذه الزاوية أو هذا المسجد، فقام الأهالي بشراء المحل، قام الأهالي بشراء محل راندبلو، وقاموا بتوسعة الزاوية حتى أصبح مسجد حبيب الذي نراه الآن. مسجد حبيب مسجد كبير كما نرى، يوجد في شارع البحر بالمنصورة. وكان محل راندبلو للحلويات كان يوجد في هذا الجانب، ثم انتقل إلى هذا الجانب. هذه هي تم إقامة هذه المحلات الجديدة أو سلسلة المحلات الجديدة مكان محل راندبلو. هنا كانت توجد محلات راندبلو للحلويات الغربية والشرقية، وكانت المنطقة تسمى بهذا الاسم، حتى إن من كان يسأل عن الإدارة التعليمية كان يقول الإدارة التعليمية بجانب محلات راندبلو. هذا هو مسجد حبيب كما نشاهد. مسجد حبيب بالمنصورة، فلنولينك قبلة ترضاها. هذه محلات راندبلو كانت في هذا الجانب مكان هذه المحلات الجديدة. شكرا.